أصلا تصفهم بالحياة، شهدوا المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع غيث مروان وسارة الورع، فغيث أكد من خلال سناب شات أنه هو اليوم راح ينزل صور كانت فضيحة بعرسه. ورجيكم شوية فضايح من الصور اللي ما نزلت على اليوتيوب، أشياء تانية، أشياء فيها فضايح كنت ناوي أنزلها بس ما لي إلا بعد ما نزلت أنا الفيديو اليوتيوب. مبدئيا يعني كله جاهز، حتى الفلاش جاهز، بس باقي ورجيكم. أمر إلى أصالة اللي تفاعلت بمجموعة من الستوريات على السناب شات، فرجت لجمهورها من خلال هذه الستوريات سجادتها الجديدة في مكتب أنس، والسجادة كانت على شكل حية، وعلقت أصالة إنه السجاد حية لأنه أنس حية، وهي كانت ردة فعل زوجها. شايفينا الإجرة كم منظر بدنا نشوفه، لكو جبت حية لأنه أنس حية. سو جبناها أكبر واللون بيجن شي بيضحك. أما نارين بيوتي فبعد ما عملت عملية على إيدها اختفت عن السوشيال ميديا، والواضح أنه هي لساتها تعبانة، فالله يشفيها يا رب.